في البداية أشكر قناة شوف تي في على حضورها الدائم والمتواصل والمواكب لجميع العمليات التي تخص فلذات أكبادنا. كيف ما قال الأستاذ المنشط للمؤسسة، مؤسسة تلال تقوم بالإجراءات الضرورية للتنظيمات الأولية بخصوص الموسم الدراسي 2020-2021، وحنا واقفين منذ ما يقرب عن 15 يوم وحنا تنهيئوا لهذا الدخول المدرسي، والحمد لله حنا متوفقين لحد الساعة باش نهار 2 ان شاء الله 7 شتنبر غادي يكون واحد الدخول متميز، غادي يحترم جميع المعايير الوقائية اللي تتهم السلامة والأمن ديال التلاميذ ديالنا، حتى ان شاء الله نتجنبوا هذا الوباء وهذه الجائحة اللي تتحوم بنا، وان شاء الله غادي نتغلبوا عليها، وذلك بتضافر جهود ديال الجميع من آباء وأولياء التلاميذ وكذلك فعاليات المجتمع المدني، السلطة المحلية، الأساتذة، الطاقم التربوي للمؤسسة، الطاقم الإداري للمؤسسة، إذن الكل متحمس لكي يمر هذا اليوم والأيام الموالية في ظروف جد حسنة إن شاء الله، حيث سوف نقوم بتهيئ وتحسيس جميع التلاميذ لاحترام هذه الإجراءات الوقائية، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، ونتمنى النجاح لنا ولجميع أبنائنا والشعب المغربي، والله ينجينا من هذا الوباء، وشكرا لكم جزيلا. أولا أحيي قناة شوف تي في وكنرحبوا بهم شديد الترحيب للاهتمام ديالهم بهذا الاهتمام الكبير للدعاية لاحترام الإجراءات اللازمة من كمامات ومن وسائل التعقيم. احنا كنهيئوا لازلنا نهيئ، مثلا احنا غادي في طور تهيئ لواحد الحفل ان شاء الله لاستقبال فلذات اكبادنا التلاميذ الاعزاء، ومن هذا المنبر كنوصي وكنقول بان على الاباء واولياء الامور باش يهتموا بذاك اليوم، لانه يوم غادي يكون ذو حافز كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم، ليستعملوا المعقمات ديالهم ويستعملوا الكمامات ديالهم ويحترموا التباعد، هو اللي نحثوا عليه بزاف باش يكون ان شاء الله الرحمن الرحيم دخول متميز في اقليم الصويره، ونتمنى من الله يكون ناجح ان شاء الله، وشكرا لكم جزيل الشكر.